السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في حلقة جديدة من The Legend of Zelda Breath of the Wild. مازلنا في أيام العيد، اليوم 3 سبتمبر، ثالث يوم من عيد الأضحى، إن شاء الله يكون مبارك على جميع الأمة الإسلامية. الحلقة اللي فاتت عملناها ثاني عيد، كنا عملنا الريكوروجو متاع منطقة تافنتا. اليوم كما قلنا لكم البارح باش نعملوا حلقتنا لكوروغو متاع منطقة إبرا، اللي هي أكبر منطقة بريسك في الخريطة. منطقة إبرا الثلجية وين تسير، هي منطقة باردة، هي المنطقة هذه بريسك من هوني، هك المنطقة من هوني تبدأ، هذه المنطقة كلها منطقة إبرا. باش نبداو من هوني، من المنطقة هذه، ديجا هاكا عندنا فيها كوروغو هذيك. دونك نمشيو للمنطقة هادي وين نلقاو كوروغو، نعاودو نرجعو لكم إن شاء الله. الكاسكر عش أول كوروغو لقيناه هو بعيد برشا على السونكتير، هو البطارية متاع الوحدة فابل. احنا جينا هوني كيما قلنا، هذا يخليني قبل تصوروا انتوما من هوني أول كوروغو لقيناه هو في المنطقة هذه. نوم هاورش نقعد بحثها، يعطيك الصحة، نقعد بحثها، تذوب، اللي هي أسهل حاجة. موجوني دونك كوروغو، اول كوروغو في منطقة إبرا ناخذو تويكا. انا نوريكم في المنطقة نتاعو بالضبط كالعادة، وين بالضبط الكوروغو هذا، هاكا المنطقة نتاعو اللي هو بحث السونكتير. سونكتير تو كيمو، اللي موجود في وسط الآثار نتاع البالين. المنطقة نتاعو وين، شوفو على المنطقة على إبرة كلها، نعاودو نرجعولو باش نشوفوه كالعادة. نلقاو كوروغو واحد آخر، نعاودو نرجعولكم. أما خلينا ناخدو الكنز هادوني، شو موجود الكنز هذا. أوكي أحنا بحاجة ليه، كي نلقاو كوروغو واحد آخر نعاودو نرجعولكم إن شاء الله. الكاسك بدا يرش، محضة السونكتير اللي في البلد، في البلين، الآثار نتاع البلين الكبيرة في إبراء، سانكتيور دو كيومو. ديجا دوكا نشوفوها، ديجا وردة. نحاول نمشيو لها. ها
حيت غلطة. غلطة عملتها. نقص ونرجع لكم ونرجع لكم شكون نخسروش برشا وقت نرجع لكم بالضبط. انا رجعنا بعد جهد جهيد. سلام ما عندوش انتياه. كما شفتوا السانكتوير توكيو مو، لكن انا في وسط الفوسيل ما نجيوش من هوني، نجيوها من هوني راهو من هوني نقعدو نمشيو حتى نلقاو لوكوروغو هوني. شوفوا في الخريطة نعاودو نرجعو نلقاو كوروغو واحد اخر نعاودو نرجعو لكم ان شاء الله. فما كوروغو هوني سيف. كروغو نخدم الصنطر نماما ونحطها هون. تت 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 كروغو البقعة نتاعها بيان سير كالعادة. شفتها غادي نعاودو نشوفوها. كروغو زاد تعبنا مش لقيناه، يعني منطقة برشا كبيرة هوني دايجال، يعني بكري خدينا الكروغوات هذوما الزوز، طلعنا خدينا هذا وعاودنا رجعنا للمنطقة هوني باش نكمل الزون هذي لولا ساعة. جذع شجرة دونك أحسن حاجة نعملوها طويقة، نحطو واحدة متاع تيبورتاسيون هوني مش انكر او فشلنا كيسا نرجعو للبقعة هادي. فيسا فيسا هذاك علاش قلت لكم نعملوا تيليبورتاسيون هوني. هاي ان شاء الله المحاولة تصدف نمو نستعملوها بالبكري. آه.
قريب تنصف الفازة هذه كان عملوها حاولوا عدة محاولات. وي 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 اختفتوا في الاخر بعد عديد المحاولات. كما قلت لكم يعني تنزلوا تنزيد نوركم من ننزلوا عشان ننزلوا ننزلوا على التنكيزة اللي هي ريكس وبعد زيت غير في نفس الوقت. وانتوكا نوركم طبعك الكروجو فين بالضبط في المكان بتاعه بالنسبة للخريطة. والانطلاق نتاعو تجي من هون يعني. منا ننطلقو خلنا الحيوة هادي مثلش هاي متنحاش ننطلقو من هوني نهبطو حتى يشن هوني وحنا نتزحرقو بالذرع ننزلو على 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 الاكس تنجيز وبعد زيت كير في نفس الوقت وتنزحقوا ونتبع بعض الديركسيون والكاميرا نلقاو كروجو واحد اخر ونرجو ثم كروجو هما هوني ثم المثلث هذا نستعملو شوفو ثماش حجرة هاكا الماسك يعاوننا برشا الماسك كروجو بالنسبة للخريطة بعد سورس دي مغبش كروجو هوني نقبل هو هوني بعيد عليه برشا ديجا نلقى كروجو واحد اخر نعود ونرجع لكم ان شاء الله. عفوا ما سجلتهاش كروجو هذا ما سجلتوش في بالي بين سجل وانا مش قاعد نسجل هاكا فوق ال فوق المنطقة هذيك فوق الشجرة نعملو اكزاميني هذاك هو الكروجو المنطقة نتاعو هو غادي شوفو في الخريطة عفوا اني ما سجلتوش تلجيت في بالي نسجلو مش قاعد نسجل هذا هو الكروجو كروجو ونتأكد اني نسجل زد مش مدعش علي اللقطة كروجو دو دعش هوني نوركم المنطقة نتاعو هاكا المنطقة حجرة هكا كروجو غادي بالضبط بعد شوية كروجو
نتأكد من التسجيل هذا ونقع كروكو هوي. تعال نفقنا هنا في الدب طبعا الوردة هوني شوفوا مكانها تنطلق من هوني كروغو يا شوفوا المكان نتاعو انطلقنا من هون لوردة حتى شرهوني نرجع نقاو كروغو ونعاودو نرجع لكم ان شاء الله المذكر عش دونك ثم كروغو وين بالضبط في المنطقة هذه بعد شوية ثم كروغو وملقى غنية نوريكم ليش غنية من شوفوا سلاح آخر نضربوا فيه ماش عنا استعملوا هذا خير شوفوا الكروغو مكانو موريتونكمش كروغو اخر ونرجع لكم الماسك بدا يشعل هوني كروغو Yeah.
نشوفوا منطقته وين بالضبط. هذا نتاع بكري، هذا الكروغو اللي تويكا. بجنب سانكتوير ميوس سينو كرقو اخر ونرجع لكم ان شاء الله. الماسك راش هوني، دونك ثم كرقو هوني. اه كذولي ذاك اللي يمشي. شديته. ياه. نوريكم مكان وين الكرقو هذا. مكانه هوني. كرقو آخر ونرجع لكم. الماسك رعش في المنطقة هذه بحذا سونكتير كما راحي اللي هو في الأسفل. نطلع الفوق ونمام هوني، نمام ورا الصخرة هذه، نمام هاي كوروغو. بالضبط بعد السونكتير بعد السونكتير نلقاو كروغو واحد اخر ونرجع لكم. الماسك متاع راش كروغو اخر نورمالمون في الجهة هذي. شوفوا هالمنطقة، منطقة حلزونية ديجا هي بينا بينا منطقة حلزونية هاك. ونيش نجيب الحجرة هوني. وي كروغو نوريكم المكان نتاعو زادا هاك ديجا بعد الكروغو نتاع بكري بعد سونكتير هذا وهذا هاكا منطقة حلزونية باينة في التصوير انو ثما كروغو. نمشيو هاكا نترجعو تالي نشوف الخريطة نعود ونرجع نعود ونرجع ونشوف الكروغو كروغو واحد اخر ونرجع لكم ان شاء الله. كروغو 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 وردة، يعني نقدر البداية متاع الوردة وين البداية متاعها غادي متاع الوردة. خليكم ونتبع الوردة. Heh.
كوروغو بعيدة شوية على المكان بتاعها. نوريكم احنا انطلقنا من هوني، مشينا ثنية هذه كل على الجبل هكا نتسلقوا حتى نخدينا الكوروغو هوني، هناك المنطقة نتاعو بالضبط. نمشيو هذا هو الكروكو، نلقى كروكو واحد اخر نعود ونرجع لكم ان شاء الله. الماسك بدا يرعش، ثم كروكو في المنطقة هذه، منطقة عالية برشا هاي المنطقة هوني اللي خذينيهم بك الكروكو، هي المنطقة اللي بحذاهم هوني عالية برشا عليهم. نورمالمون غاديكا كروغو. بالضبط غاديك نطلع شوية فوق، كروغو نلقى كروغو واحد اخر نعاودو نرجعو لكم ان شاء الله. فما كروغو هوني باينة هكا، نوريكم في الخريطة وين بالضبط. نبعدو هكا بعد المنطقة اللي زرناها بكري السونكتير هذا، نرجعو سونكتير كروكو واحد اخر نعاودو نرجعو لكم ان شاء الله. تما كروكو جيدة مرشد. مش عارف شو هذي
كروغو. نوريكم المكان نتاعو، اخر ابراء. جيناها من بكري من هذه المنطقة هذه، جينا هوني كورغو واحد آخر ونرجع لكم إن شاء الله. كورغو القمة زادة نوما يكون حجر كما عرفت. نوريكم بقعة الكروكو هذا بعيد شوية، بعد شوية نعليها باش نجم تشوفوها مليح. هاك كروكو نجمو تقمروه بحذا هذيا الزون متاع الفول متاع تافانتا. حسنوا نوصلوا نهاية حلقتنا متاع اليوم إن شاء الله. وصلنا نهاية حلقتنا متاع اليوم متاع زون إبراء. إش عملنا أحنا؟ عملنا فريسك، اشتر هذا كل متاع إبراء. المنطقة هذي عملناها متاع إبراء، ما استنى المنطقة هذي اللي باش نقسموها على زوز أخرين. البارتي الجاية إن شاء الله البارتي الوسطانية متاع إبراء، وبعد نكملوا البارتي الأخرانية متاع زون إبراء. وصلنا حتى الاخر هوني بعد هذوما كلهم الزون متاع عملناها المرفيات الزون متاع تابانتا. حاسلو زورونا على الموقع تونزاشير.جا، زورونا على قناة اليوتيوب وعلى الباج الفيسبوك. مهمتنا متواصلة في البحث عن الكروغو. حلقتنا الجاية المتالية كلها هي البحث عن الكروغو حتى نصلو قبل ما نمشيو. خلنا نحطو ساعة هوني، نحطو واحدة باش ماذا سنفعل. نحطها هوني يعني هذيك آخر واحدة زرناها. توا نمشيو احنا للغابة، نحاولو نفرغوهم ناخذينيهم. يا فانسانك تيس ناخذ بها بوكلي. قادر ما يجيب واحد شيء دونك تو نخليكم اللقاء ان شاء الله في حلقه جايه نتقابلوا في منطقه ابراء باش نكملوا الزون الوسطانيه نفكسوا فيها على كروكو. خليكم مقبل اللقاء
زورونا على الموقع تونيزيا شير بوان نجا، زورونا على القنوات اليوتيوب الخاصة لنا وعلى الباج الفيسبوك تونيزيا شير. خليكم وخلكم اللقاء، تشاو باي.